أهلا بكم. بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، القطاعات الأمنية تعود إلى وضعها الطبيعي، وعمليات التفويج العكسي تنتهي بمشاركة آلاف الحافلات والقطارات. مجلس النواب يستأنف جلساته السبت المقبل بجدول أعمال يتضمن القراءة والتصويت على مشاريع 6 قوانين. المفوضية تواصل توزيع 3 ملايين بطاقة بيومترية جديدة، وتؤكد مشاركة أكثر من 16 مليون ناخب في العملية الانتخابية. النزاهة تواصل إجراءات مكافحة الفساد، وتستخدم مسؤولاً في المصرف الزراعي على خلفية صرف 4 قروض بمعاملات مزورة. بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، شركة مصافي الجنوب تبدأ التشغيل التجريبي لوحدة المراجل البخارية ضمن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية. مشاهدينا، تفاصيل هذه الأخبار تأتيكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.